ربنا وإلهنا اللي أعطانا كنيسة مقدسة. إحنا كنا كنيسة نؤمن بمسيح واحد خلاص واحد. أنا وسألنا أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج آية وحقيقة، وآية اليوم هي من سفر إرميا النبي التي تقول: إن شعبي صنع شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. الإصحاح الثاني الآية 13. أكيد في هذه الآية مهم جدا أنه نفهم بأن هناك توبيخ من قبل الله لشعبه أنه صنع شرين وليس شر واحد، وبالمعنى أنه هذا الشر مضاعف. تركوني، هذه الجملة، هذا الفعل مهم جدا، فعل يقودنا إلى أنه مرات كثيرة أيضا إحنا في حياتنا الروحية لما يصمت الله ونقع في التجربة ونقول إن صمت الله هو يعني إن الله هجرنا، ولكن الله لا يهجرنا أبدا، وإنما الله أمين. وهذا الأمر نقرأ في الكتاب المقدس دائما بأنه الله يقف معنا مثل ما وقف مع الشعب العبراني في صحراء سيناء كعمود من غمام وكعمود من نار. ولهذا إحنا دائما خبرة الهجر، خبرة الترك لا تأتي من الله بل تأتي من الإنسان. واليوم الله يقول تركوني. واليوم مرات إحنا دنشوف بأنه ديكون عندنا نوع من نكران الجميل لأعمال الله. مرات كثيرة نحكم عليه من خلال ظروفنا السيئة، أو نوعا ما تنقلب هذه الظروف بشكل حالك السواد إلى درجة لا يمكننا أن ننظر خارج حدودنا. ولهذا الإيمان ما هو؟ الإيمان هو قفزة في الظلام، الإيمان هو محاولة تجاوز هذا الظلام. أتتذكرون يسوع حينما مات على الصليب شق حجاب الهيكل؟ الآن لا يوجد ظلامية، لا يوجد انفصال بين الله والإنسان بسبب ذبيحة يسوع الخلاصية وحدثت هذه المصالحة. اليوم الله دائما يريد أن الشعب يكون قريب منا ما يهجره، واليوم الشيطان يحاول أنه يسوي كل الإمكانيات أنه يخلينا نترك الله ونعبده. ولهذا سفر الرؤيا كثير يركز على هذا الواقع، خاصة نقرأ في رؤيا إصحاح 13 لما يبدي يتكلم عن الوحوش، الوحشين اللي ظهرون، النبي الكذاب والوحش والتنين، اللي كلهم يحاولون يبعدون الإنسان عن نعمة الله، عن النظر إلى الله، وأيضا يضعون وسم أو سمة على أيديهم أو على جباههم كي يعبدوا الوحش ويتركوا الله. هذه كلها نشوفها في الكتاب المقدس. ولهذا يجب أن تكون عندنا هذه الخبرة بأنه ترك الله هذه من الأمور المستحيلة يجب أن تكون في حياتنا. لماذا؟ لأنه الله يريدنا قريبين من عنده، ولما إجا يسوع خلانا كثير قريبين، لأنه الله أصبح بالجسد حتى يقرب البشرية من الله، والبشرية تعرف من هو الله حقيقة، لأنه توضيح صورة الله للبشر إجا من خلال منه، إجا من خلال يسوع. فإذا تركوني، يقول الله في سفر إرميا، تركوني أنا ينبوع المياه الحية. وهذا أيضا واقع يودينا على المسيح عند البئر، بئر الذي كانت السامرية تستقي منه. نقرأ في إنجيل يوحنا يسوع يشخصن نفسه كالماء، الماء الحي الذي حينما تشربه لا تعطش بعد. شوفوا أمام مياه العالم، مياه العالم دائما من نشربها نعطش وراها. ليش؟ لأنه مياه العالم توفر لنا لذة وقتية، أما مياه المسيح اللي هي كلمته، كلمة الحياة، راح توفر لنا شبع، ارتواء داخلي عميق. اليوم من نرتوي إخوتي وأخواتي من مياه العالم نكبر بالجسم، نكبر بالعمر، ولكن لما نستقي من مياه المسيح، مياه يسوع الخلاصية، راح نكبر بالعمق. والكبر بالعمق إخوتي وأخواتي هو الرجوع
وأن نصبح كالأطفال. إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. شوفوا النمو مع المسيح هو الاتجاه نحو الصغر، بس النمو في العالم هو الاتجاه نحو الضخامة، نحو شنو؟ نحو الانتفاخ. ولهذا كل ما الإنسان اعتمد على نفسه انتفخ، ولكن إذا دخل في واقع آخر اللي هو واقع الحياة المسيحية، الحياة الروحية الحقة، شوف كلمة الله راح تخليك إنسان مرتوي، وإنسان وكأنه أرض جافة ونزلت كلمة الله كمطر وسقتها وخصبتها وما تحتاج بعد أي شيء آخر. الآن تحتاج إلى الإخصاب، تحتاج إلى البذور. ولهذا قلوبنا أخوتي وأخواتي من يوم المعمودية حصلنا على مياه مقدسة خصبة، خصبت قلوبنا. الآن نحتاج إلى كلمة الله حتى تبذر. ولهذا يسوع خرج كالزارع يبذر هذه البذور اللي هي كلامه المقدس، ونتمنى أن تكون أراضينا هي أراضي خصبة. فشوفوا الله هنا يقول تركوني أنا ينبوع المياه الحية. وين رحنا؟ رحنا مثل هذولا، إنه بدينا نشق آبار لأنفسنا. وشق الآبار لأنفسنا معناها إنه عفنا مياه الله ورحنا نبحث عن مياه العالم من مصادر العالم حتى توفر لنا اللذة وتوفر لنا التعزية. ولكن مثل ما ذكرت أخوتي وأخواتي بأنه هذا العالم لن يوفر لنا شيء يروينا، يسد رمق شنو روحنا، وإنما فقط جسدنا. وهذا الجسد راح ينتهي أخوتي وأخواتي، ستبقى مثل ما يقول القديس بولس راح نكون أجساد روحية أمام الله. هذا الجسد يفنى ولكن الروح لن تفنى، الروح ستحمل شكل جسد ولكن هذا الجسد سيكون ممجد. ولهذا يسوع إجا لعالمنا حتى بهذا الجسد الذي مات به وقام سنعيش هذا المجد ونعيش هالخبرة اللي هي أنه نذهب، عندنا طمع، عندنا رجاء أنه نغزو الفردوس، أنه نشنو؟ أنه نعيش مع الله، الجلوس عن يمين الآب. فإذا إحنا مو مثل شعب إرميا، إحنا ما نريد آبار أخرى. اليوم هوايا ناس فتحوا آبار أخرى، الجشع والطمع قتلهم إلى درجة أنه ديسوون أغلاط كثيرة ويقتلون أخوتهم من أجل أنه يحصون فلوس حتى شو يسوون؟ يشبعون من مياه العالم. ولكن ماذا يقول الله؟ إنه آبارهم مشققة لا تضبط ماء. ليش؟ لأن كل اللذات وقتية وكل شيء راح ينتهي. وش راح أنت تحصل من الحياة لما تموت اليوم وتروح بالقبر؟ ماذا ستدفن معك؟ ستدفن معك الأموال مالتك اللي جمعتها، ما ستدفن الاسم، الشهرة، أي شيء ستدفن. ماكو شيء راح يكون وياك ويخلد وياك غير شنو؟ غير إيمانك. هذا اللي راح تحمله وياك نحو الله. وهذا هو راح يسألك عليه الله، أين أخوك؟ سويت حياتك الروحية؟ ليش عفت مواعيدك وياي؟ ليش رحت شربت من مياه العالم وبديت تنسى مياهي اللي هي مياه الخلاص؟ ولهذا أخوتي وأخواتي مرات كثيرة نوقع في مشكلة كبيرة اللي هي ما قمنا نميز بين مياه الله ومياه العالم، وبدينا نبرر بأنه نشرب مياه العالم ونقول هذه ثروة من الله، هذه بركة من الله. أبدا، ندير بالنا على مصدر أموالنا. إذا كانت أموال جاية من تعاطي مخدرات، جاية من كذب، جاية من زيف، كل هذه ليست من الله إنما من الشيطان. إخوتي وأخواتي اكسب فلوسك بعرق جبينك، بالمعنى خلي الله يبارك. ولهذا راح أقول لكم عن قصة جميلة جدا، هذه أيضا بها معنى. في يوم من الأيام كان هناك راهب، وهذا الراهب متعبد ومتنسك ويصلي ليلا ونهارا، وكان يحس بأنه علاقته ويا الله علاقة فريدة عجيبة جوهرية في حياته. وبالفعل وكان في هذه المنطقة كان هناك شجرة كبيرة، وهذه الشجرة يروحوا لها الناس، يعجبهم هذه الشجرة. لماذا؟ شجرة كبيرة ضخمة تعبر عن شنو؟ عن تاريخ وإرث وتراث قديم وسنين طويلة، يعني عمرها مئات السنين.
كانت هي رمز لهذه المنطقة، فكان يأتون ويصورون فيها ويجتمعون تحت أغصانها وهلم جرى. ولكن في يوم من الأيام جاء بعض القوم من هذه المنطقة مفزوعين ودقوا الباب على الراهب وقالوا بأنه الشيطان جاء وسكن في هذه الشجرة وبدأ يحركها هنا وهناك ويعمل أعمال عجيبة غريبة بحيث يطالب الناس أن يؤمنون به لأنه عنده قوة حتى على تحريك الأشجار. فشمر عن ساعده الراهب لأنه عنده علاقة مع الله وعنده قابلية على طرد الشياطين، فذهب وبقوة وتصارع مع الشيطان بقوة. قال له الشيطان: أنت شو تريد مني؟ قال له: أنا أريدك تخرج منا، لأن إحنا كنا هذه القرية نؤمن بالله، وأنت دا تسوي حركات تبين أنك أنت والله واحد ونحن لا نعبد إلا الله. كان الراهب في ذلك الوقت قوي بحيث انتصر على الشيطان. فالشيطان ماذا قال له؟ قال: عوفني أنا أشوف حالي، لا تدير لي بال، وأنا أسوي ياك ديل، والديل يعني اتفاق. قال له للراهب، قال له: أنت عوفني وأني راح أجيب لك يومية دينار ذهب تلقيه جوا المخدة مالتك من تقعد من النوم. فكر الراهب وقال بعد تأمل قصير، قال: أحسن إلي أنه أجمع فلوس وأكيد أني محتاجها، يمكن أساعد بها الناس. فالمهم خامرت الأفكار فقال: إيه أقبل. فذهب ورجع إلى منسكه هذا الراهب، وقعد ثاني يوم شال المخدة ما شاف أي دينار ذهب، وكأنه خدع الشيطان. فذهب وشمر عن ساعديه الراهب وراح الشيطان ده يحاربه. من بدأ يحاربه انتصر عليه الشيطان. فاستغرب الراهب وقال له: لماذا أنا أول البارحة من أجيتك غلبتك، ليش اليوم غلبتني؟ فأجابه الشيطان، قال له: البارحة أنت جيت تدافع عن إيمان الناس وتدافع عن حضور الله، أما اليوم جيتني أنت جيت بمقصد أنه تحصل على هذا الدينار الذهب اللي ما حصلته، وجيت تبحث عن نفسك وعن خيراتك. شوفوا فرق كبير إخوتي، اليوم إحنا لما نجاهد في هذه الحياة من أجل الأنا مالتنا أم من أجل حضور الله في حياتنا. ولهذا يجب أنه نركز على هالجانب بأنه ما نترك الله، ما نهجر الله. هذا اللي دا يقوله الله في سفر إرميا، أنه أنتوا تركتوني وسويتوا وبديتوا تشربون من ينبوع آخر غير الينبوع اللي أنا موفره، وإنما آبار مشققة لأنه من صنعكم. أبد ما نهجر الله، وخلي دائما نتذكر إخوتي وأخواتي ما حدث مع موسى وشعبه حينما ذهب كي يأخذ الوصايا، وبقي الشعب 40 يوما و40 ليلة إلى أن وصل مرحلة أن يحرق جواهره ويصهرها حتى يسوي عجل ذهبي ويعبد مكان الله. اليوم إحنا شعب مقدس ملوكي نبوي، إيانا أن نهجر الله ونذهب وراء غنى العالم ومصادر العالم ونشرب من آبار العالم. فلنعش بنعمة المسيح، والرب يبارككم ويقدسكم، ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إحنا معتمدين على يسوع المسيح ربنا وإلهنا اللي أعطانا كنيسة مقدسة. إحنا كنا كنيسة نؤمن بمسيح واحد خلاص واحد.